طبعا احنا عندنا يعني كلام كتير نتكلم مع حضرتك فيه متعلق بمباراه بكره ان شاء الله وفي اللي جاي، وبرضو اكيد حابين نتكلم على المجموعه اللي بتتكلم عنها نهاوند، انك مجموعه يعني مجموعتنا فعلا هي في النص، وفي ناس ممكن تشوف ان هي تميل ان هي مش ما تخوفكش المفروض يعني. فاهم ازاي؟ الاول اتوقع يعني نقدر نقول ان المجموعه بتاعتنا مش قويه قوي. فرقه غينيا الوحيد المنافس المباشر ليك، اثيوبيا تيجي من بعيد، خاصه ان اثيوبيا لعبت الامم الافريقيه الاخيره. مشكلتك ان انت ملاوي طبعا بعيده جدا، بقى لها فتره، مش هي ملاوي اللي كانت من 20 سنه. اعتقد ان وجود الماتشين بتوع اثيوبيا وملاوي بيتلعبوا في ملاوي هي دي المسببه مشكله شويه، ولكن على الورق انت اقوى من اي فريق موجود في المجموعه. في مشكله في عدم التجانس ما بين اللاعبين كنت لسه هقول لك ده على الورق، لكن على الارض شفت ايه بقى باتشي غينيا؟ بص على الارض، لا على الارض لسه ما شفناش حاجه، وعايزين نعذر كابتن ايهاب، اول تجمع ليه، وفي نفس الوقت هم 5 ايام بس التجمع. ما فيش اي جديد، الفرقه خارجه من النكسه بتاعت عدم الوصول لكاس العالم، نفسيا مش كل الفرقه متاحه، بدنيا واصابات، عندك حجازي واكرم وغياب الشناوي، في ناس كتير مش موجود، النني ما كانش موجود، ناس كتير مش موجوده، صلاح مش موجود الماتش بتاع بكره. فاعتقد كل ده بيأثر على الفرقه عامه بالسلب، انما الكويس ان انت تخرج منها بنتيجه ايجابيه. اعتقد مكسبنا اللي فات ده كان كرم من عند ربنا، نتمنى ان بكره ربنا يكرمنا برضو باي طريقه ونحاول نكسب، او على الاقل نخرج بتعادل، لان خسارتنا هتدخلنا وهتزنق المجموعه في بعضها تاني. اكيد اكيد.